أثرت مجموعة صيني للإعلام تعليقا بعنوان التمسك بتوطيد وتقوية وتحسين الاقتصاد الحقيقي كاتجاه رئيسي، قالت فيه إن الاقتصاد الحقيقي هو أساس لتقوية الوطن وإقناع الشعب، ويمكن للاقتصاد الحقيقي السليم والقوي فقط مواجهة التحديات والأزمات وإرساء أساس متين للأداء المستقر والارتقاء المستمر للاقتصاد الوطني، ومساعدة البلاد في السير على طريق التنمية العالية الجودة بشكل أفضل. ويجب تطوير وإنتاج المزيد من المنتجات الجديدة ذات العناصر التقنية الكبيرة والقيمة المضافة العالية من خلال الاعتماد على الاختراقات التكنولوجية والنماذج الجديدة وتوسيع السلسلة الصناعية، حتى يجعل قطاع التصنيع التقليدي مفعما بحيوية جديدة. وفي الوقت الحالي تلعب صناعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس دورا بارزا بشكل متزايد في تعزيز النمو وتوسيع الطلب المحلي، لذا يجب الإسراع في تخطيط الصناعات الناشئة الاستراتيجية وتعزيز الابتكار المستمر وتوسيع نقاط النمو الجديدة وتشكيل زخم تنموي جديد ليجعل الاقتصاد الحقيقي يقدم مساهمات أكبر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.